السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30/12/2023، نودع العام على مجزرة ترتكبها الميليشيات الإيرانية الشيعية والخنازير المجرمين في محافظة إدلب، راح ضحيتها 4 شهداء وعشرين جريح والعدد قابل للزيادة. طبعا هذا الإجرام المعتاد لهؤلاء العصابة المارقة القاتلة المجرمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. في وقت لم يعد صوت السوري ودم السوري نراه مادي دسم على المواد على القنوات الإعلامية، نطالب كافة القنوات الإعلامية بتسليط الضوء على هذا الإجرام، لأن إجرامهم فاق كل الحدود، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما غسلنا ما تاريخ على الأرض.